ملف المباريات اليوم، بالأمس برودون قال أنه ربما البعض استغرب بأن مباراة الشباب والفتح هي أقوى من مباراة النصر والهلال في هذه الجولة. ربما كان برودون محقا، لأن اليوم الفتح استطاع أن يوقف انتصار الشباب في مباريات الدوري منذ 34 مباراة. أول مرة يخسر الشباب في الدوري من 34 مباراة كان على يد الفتح، وهو الفريق الذي يقدم نفسه كنموذج يجب أن يحتذى به في الكرة السعودية، إن لم يكن الخليجية وحتى العربية. الفتح اليوم يوقف انتصارات الشباب، وبانتصار أيضا مبهج، انتصار بالتأكيد يقدم الفريق على أنه فريق مختلف. الفتح والشباب 4 أهداف مقابل هدفين. عبد العزيز الأسمري الحكم المساعد الأول الدولي، حكم خلف المهنة الحكم المساعد الثاني، وبدر العنزي الدولي هو الحكم الرابع، بينما مطلق الصواب هو الحكم المقيم لهذه المباراة. يحاول تيغالي، حاول يلعب كرة خاطئة، بدر النخلي يلعب كرة، مبارك الأسمري ينقل كرة، حتى الآن إذا بين ربيع تبين الخطورة، دخل هناك، راح ربيع سفياني اللي طلع على الطرف الأيمن، راح ربيع مرر، خطيرة، جول جول، الله! الماستر كي أبناء النخيل، كما هم لا يعرفون المستحيل. تمريرة بشكل جدا ممتاز، جميل، الشهيل انطلق في محاولة شبابية خطيرة، خطيرة، جول، الله! يا شباب، الشباب هو الشباب، والفاتورة تحسب يا ناصر. ويسلي لوبيز لاعب الهلال البرازيلي هو من سجل هدف السادس الأم مع الهدفين اللي سجلها، خطيرة للفتح، خطيرة، جول جول جول، جالك دوريس يا ويسلي، جالك دوريس سلمه، قال إلى مدى الحياة، إلى مدى الحياة، يقول في الصحيفة الخاصة اليوم، كرة منقولة بالرأس، جول جول، الله نموذجي. مثل ماريكارد موجود في الملعب، في آخر موجود داخل منطقة الجزاء، جول جول، المدافعين اشتغلوا اليوم، المدافعين روسهم اشتغلوا، وراس براس ربيع السفياني، دوريس فيها خطأ لربيع سفياني، لكن حكم المباراة يعطي مبدأ إتاحة الفرصة، حمدان الحمدان يمرر إلى إلتون صاحب الحلول، إلتون يأخذ زاوية، صوت، الله الله الله، كبير من فريق كبير، كبير يا فتح، كبير يا نموذجي. في العربية نت وما تقدمه من أرقام وحقائق خاصة تقدم في كل مباراة من المباريات. حمدان الحمدان، وهكذا سيداتي آنساتي سادتي مشاهدينا الكرام متابعينا في الوطن العربي الكبير، فتح الجبال كاسر الأرقام، النموذجي هو كاسر كل الأرقام، يكسر الرقم 34 للفريق الشبابي يتوقف عنده، الفتح أصبح الآن هو كاسر الأرقام. ألف مبروك للفتح، حظا أوفر للشباب، الفتح الفريق الذي يستحق التقدير، ويبدو أنه كما قلنا في البداية يستحق أيضا أن ينضم إلى الكبار لتتغير المعادلة لدينا، فلم تعد فقط الأربعة الكبار، بل ربما ينضم أكثر من نادي وينسحب أكثر من نادي. بعد المباراة بالتأكيد ردة الفعل، ولكن من رئيسي الناديين. أول شيء مبروك للفتح، حقيقة يستحق الفوز. وقبل ما يعني أتكلم عن الفريق الشباب، يجب أشيد بفريق الفتح، حقيقة اليوم كان فريق ثقيل وفريق يستاهل الفوز وفريق استحق بجدارة. حقيقة أبارك لإدارته، وأبارك الجماهير، وأبارك المدرب والشجاع، وأبارك لجميع لاعبيه. الحمد لله، يعني بعد 34 مباراة متتالية ما حد استطاع الفوز على الشباب، اليوم الفتح فاز، نقول الحمد لله والشكر، يعني حققنا رقم عالي، رقم قياسي في تاريخ المملكة. انتهى هذا اليوم، واعتقد انه نقول يعني الحمد لله، مشكورين للاعبين، مشكورين للتاريخ الجيد اللي عملوه. هذا من ناحية الموضوع.
أما من ناحية مباراة اليوم أعتقد أننا قبل كل شيء لعبنا قدام فريق كان خطط للفوز وعرف كيف يفوز على فريق الشباب، وإحنا اندفعنا بشكل كبير قدام حقيقة، وخصوصا يعني كان في أخطاء في الدفاع بشكل كبير، أخطاء دفاعية كبيرة. واحد، اثنين، أكبر كمية فرص جت ممكن الفريق في مباراة عندنا اليوم، اليوم جتنا ثلاث كور في العوارض، فرص كثيرة ومتعددة بكافة، ما استطاعوا المهاجمين إلا تسجيل هدفين فقط. فأعتقد ضياع الفرص مع عدم التوفيق في الخلف وأخطاء في الخلف هذا سبب رئيسي، بالإضافة إلى يعني أنا يعني ما أبغى أتكلم عن التحكيم، لكن حقيقة أعتقد لنا ضربة جزاء واضحة وهدف بائن في الشوط الأول، لو حسب البلنتي أو الهدف أعتقد اختلف الوضع، ومع ذلك مو سبب للهزيمة طبعا، لكن أنا أجيب لك عدة عوامل. إحنا اليوم أساسا ما كنا في الفورمة، وما كنا بالذات في 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 في, في الثلث الأخير كنا سيئين جدا، والفتح استغل كل الفرص، حصل له أربع فرص حقق أربع أهداف، حتى كرة إلتون الأخيرة يعني توفق فيها، إحنا عملوا ربعنا زيها أكثر من مرة ولا حصل إنها تتوفق، كور في العوارض، عدم توفيق، في النهاية هذه كرة القدم. أنت اليوم في نادي الشباب ما حصل اللي نبغاه والفوز مو معناه أننا والله فقدنا فرص أو فقدنا فرصة الدوري أو حتى اختلف الحال علينا، فقط إحنا نقول بمشيئة الله هذا درس جيد وهذا درس يجب نستفيد منه. والله طبعا الحمد لله، والف مبروك للفتحويين والف مبروك لفريقنا، ظهر بمستوى رائع في خلال الخمس جولات الاولى من الدوري، انتصارات تاريخيه زي ما ذكرت، ولكن يعني انا اعتقد العمل هو نفس العمل، ولكن القضيه الاستقرار والبحث وراء التطوير المستمر كان وراء انه الفريق يظل الحمد لله يتصاعد مستواه. ولكن اللي بيقول ان اليوم الحمد لله ظهرنا بمباراه حلوه وطلعنا نتيجه ومستوى، ولكن هذا يعني لا ينقص ابدا انه نادي الشباب اليوم لعب مباراه كبيره وكان خطر جدا جدا جدا، واحنا الحمد لله يعني الله وفقنا وكثير من الاهداف ما دخلت فينا، واستطعنا ان نخرج بهذه النتيجه. وارجع اكد على لعيبتنا وعلى جمهورنا ان البدايه هذه يفترض انها لا ترفع مستوى الضغط على الفريق، الفريق لا زال في البدايه وطموحنا معروف ومن البدايات، احنا نبحث عن تحقيق يعني مركز جديد مقارنه بالعام الماضي. كابتن حسن خليفة، أبدأ معك. الشباب والفتح، الفاز الأفضل في مباراة اليوم؟ أول شيء اسمح لي بس أرفع العقال لفريق الفتح، لأنه صراحة فريق يستاهل، من موسم إلى موسم بيتطور تطور كبير. نهني رئيس النادي ومجلس إدارته ولاعبينه ومدربه الكابتن الأخ العزيز فتح الجبالي، جمهوره، صراحة الفريق بيتطور من موسم إلى موسم، بيقدم مستويات كبيرة. احنا شفنا الموسم السابق حقق ثالث في المركز الثالث في دوري الأبطال، بعد كده الموسم كان طول الموسم كان مقدم مستويات كويسة، في ثبات في العناصر الفريق في تشكيلة الفريق، ما تلاحظ انه في تغيير كبير في تشكيلة الفريق. التصريحات احنا سمعناها احنا بعد المباراة كانت كلها تصريحات عقلانية، على قولهم يعني حاطين رجولهم في الأرض، ما غرتهم النتيجة انه فازوا على الشباب، انه نعم. يبدأوا تصريحات انه احنا بننافس على تحقيق الدوري وتحقيق، لا تعرف حتى التصريحات كانت عقلانية، سواء من مدرب الفريق، من اللاعبين، حتى من رئيس النادي. نعم. كانت الأمور كلها صراحة شيء عقلاني. على المستوى الفني صراحة الفريق بيقدم كورة حلوة، زي ما قلنا الانسجام موجود، التفاهم بين الجهاز الفني واللاعبين موجود بشكل كبير. طيب. العمود الفقري حق الفريق سواء من حراسة المرمى إلى المدافعين إلى المحاور إلى المهاجمين، صراحة في ثبات كثير. سلام بيقدم مستويات كويسة، كيمو المدافع بيقدم مستوى كويس، الأطراف سفياني والثاني حمدان الحمدان،
يعني فريق صراحة متكامل، حتى المحترفين أبو هش السلام بتقدموا فريق جيد، فريق متكامل، فريق هجومي ما عنده جميل. رهبة يعني راحت منه رهبة الفرق الكبيرة، صار حتى احنا شفناها حتى بداية المباراة كان حتى الضغط حقه ضغط عالي على فريق الشباب. مدرب الشباب كان محتاج للهزة هذه، يعني كان في انتقادات كثيرة لتغيير أسلوبه من التوازن اللي كان عليه العام وحقق به بطولة الدوري إلى تغييره للناحية الهجومية، الاندفاع الهجومي الكلي. احنا لو نلاحظ الهدف الأول اللي ركب في الشباب، نلاحظ أربعة من لاعبين الفتح على ثلاثة مدافعين من نادي الشباب، في اندفاع كبير بالنسبة للهجوم أو الطريقة اللي غير فيها المستر برودوم، مدرب غدير ومدرب كبير وقدم مستويات كويسة بدليل أنه 34 مباراة بدون هزيمة وحقق بطولة الدوري. لكن كل مدرب كان يحتاج إلى هزة أنه تبدأ تصحيه مرة ثانية، يعيد حساباته، واعتقد انه كانت هذه هزه كبيره انه تخليه يعيد حساباته مره ثانيه ويكون في توازن في الفريق بين الناحيه الدفاعيه والناحيه جميل. الهجوميه. كابتن فهد، الشباب اليوم والفتح فاز الافضل اليوم اولا برايك؟ اللي فاز الافضل اكيد طبعا، يعني الفتح اصلا قبل المباراه يعني كنا دائما نثني عليه في الانضباط بالثبات على الاجهزه الفنيه على اللاعبين، يعني كان اصلا هو قاعد يقدم ويعمل عمل الجميع اثنى عليه. داخل الملعب واضح انه يعني طريقه لعب الفتح ما شاء الله امام الفرق الاقوى منه نظريا، الهلال الشباب الاتحاد، طريقه ما شاء الله يعني في انضباطيه وفي عمل وفي احترام للخصم، هذا اللي يجعلهم يتفوقون. ولدى الفتحويين روح صراحه يعني قل ما اجدها في الفرق الاخرى. الروح هذه فوق الانضباط، فوق التكاتف، هذا الروح اشعر انها هي تدعمهم دعم كبير. تشعر ان كل لاعب في الفتح قاعد يقول للجمهور السعودي عموما انا موجود، ليش الهلال افضل، ليش الشباب افضل، اذا هم يستحقون الانتصار بامانه. ولكن خلني شوي والشباب، طيب الشباب في اخطاء وكان في جرس انذار من مباراه الوحده، برجع بس اتكلم عن الفتح شوي. الفتح زي ما قلت لك دائما اذا لعب قدام الفرق واضح تكتيك واضح، بس حافظينه يعني اللاعبين ويطبقونه بشكل واضح، الجميع يدافع والعكس في الهجوم، تجدهم يعني ما يتيحون فرصه للفرق اللي الاقوى زي ما قلت لك نظريا الا لو سجل فيه من البدايه هدف، الفتح احس انه يهتز رغم الثبات دائم في عطائه. نعم. قدام الفرق اللي الفتح يشعر انه هو اقوى يكون مستواهم اقل من لمن يلعب زي مثلا المثلين اللي هو فاز على الشباب والفتح، اذا الفتح يستحق الفوز، اهنيهم جميعا لان هذه نتيجه للعمل والانضباط تكون في نتائج الانتصار والفوز. طيب الشباب لو سمحت، في مباراة الوحدة تحدثت بعدها مباشرة ان في خلل في المنطقة الخلفية، في واضح انه لو استغل الوحدة في الهجمات اللي اتيحت لها كان ممكن الشباب يعاني مثل اليوم. الشباب يمتلك هدافين تيجالي وناصر الشمراني يسجلون، ولكن انت قاعد مشكلتك ورا، غاب عمر الغامدي وكشف الدفاع، ابعد تفاريس، وانا كنت من الناس اللي اتمنى انه يبعد مع انه افضل من الموجودين الان، كنت اتمنى ايجاد لاعب اقوى من تفاريس لانك انت قوي فريق متصدر وتمتلك المال، لو انت فريق لا تمتلك يعني مال كان ممكن انا يعني اقول اعذرك، لكن كان بامكان الشباب يحضر مدافع اقوى من تفاريس عشان يكمل مع عبد ربه او مع سياف او مع اي واحد من قلوب الدفاع، لكن عشان المباراه ما ننسف عمل برودوم ونجاح وقوته، بس انا عشان السنه هذه اتكلم لان من اكثر من مباراه احس ان الشباب مو الشباب حق السنه اللي فاتت، يعني يقبل الاهداف بسهوله. كم مباراه شفت وفرص وتتاح لها فرص، اليوم حصل فرص للشباب ما سجلت، لو سجلت كان ممكن امور تتغير، ولكن تتكلم مثلا وليد الحارس الاول في السعوديه امامه كان تفاريز قدام عمر الغامدي وناصر الشمراني، العمود الفقري لاي فريق عشان يكون قوي. الفتره الاخيره اذا كان عمر مصاب هذا موضوع، اذا كان مو مصاب اتمنى من السيد برودوم المدرب الناجح المدرب تقريبا الاول في الدوري السعودي انه يراجع حساباته، لانه كذا بيواجه صعوبات أكثر، لأن ما يعانيه الآن الشباب مع الكرة السعودية عموما المنطقة الخلفية في ضعف واضح كثير، وهذا اللي حصل اليوم، كان الشباب يعني في الهجمة على المرمى تشعر أنه كان ممكن الفتح يسجل أكثر من الأهداف، لأنه في الهجمة تجد في زيادة عددية على المدافعين الشبابيين. طيب عموما كان الشباب يحتاج الهزة دي كابتن برايك؟ أنا أتفق مع كابتن حسن، كان يحتاج للهزة هذه وحصلت والحمد لله،
مع احترامي وتقديري للفتح يعني فريق ليس منافس على البطوله لكن يحق لهم الان 13 يوم او لكنه متصدر بصراحه يحق لهم. شو اقول لك انه يفرحون الفتره هذه متصدر، نتكلم اسبوعين عن تصدر الفتح وهنيهم جدا ولكن دائما المنافسه حتكون بين ثلاثه فرق معروفه الى اربعه ولكن بامكانه يعمل مفاجاه الفتح. ليش؟ الحق مشروع للجميع صحيح. ولكن ما حصل للفتح الان تجاوز حدود وطموح وخطط الفتح صحيح. اتحدى لو يعني يقولون هم كانوا يقولون هالشيء. اذا الان اذا ممكن تتجاوزت وفزت على اثنين من اللي ينافسون على البطوله حقيقيين منافسين يجب ان تستغل هذا الفوز وتقدم اكثر لان لديك امكانيات ولديك لاعبين بامكانياتهم الفنيه عاليه واتمنى لهم التوفيق.